الشهادات باب الجماعة وفي معه أكبر وأحسن سيسرية الجميع صديق بصفات أميوك المشاريع ان شاء الله كبرى ايجابيه من ناحيه حتى المشروع الخارج. الشركه تاعنا ستعمل في مشروع زويرات تندوف ان شاء الله في موريتانيا، مشروع ضخم حوالي 800 كيلومتر، وعندنا واحد 3 أو 4 شركات يشاركوا في هذا المشروع الكبير ان شاء الله. ممكن جدا يبدا في بدايه العام الجديد، ممكن جدا. وبالمناسبه انعقاد هذا الصالون المختص تاع الاشغال العموميه، اغتنمنا الفرصه باش وزعنا اليوم شهادات الكفاءه ولا شهاده النجاح في ما يسمى بتسيير المشاريع، يعني الكفاءات بمعايير دوليه لتسيير المشاريع، بحيث ان كنا اكثر من تقريبا 30 اطار مهندس في التسيير الخاص بالمشاريع. هي شهاده عالميه للاول مره، هذه الشهادة تكون في الجزائر بطاقم جزائري وامتحانات جزائرية، لكن في إطار العالمية، في إطار الجمعية العالمية لمانجمنت المشاريع. هي شهادة عالمية ومعترف بها في كل مكان، وتخرج الشهادة في السيت ويب تاع الجمعية العالمية، وبإمكان أي إنسان يروح يدخل ويشوفها إذا غدوة حب يخدم في مكان أو يخدم في مكان آخر، أو البي دي جي تاعو يحب يشوف هل هو صح راه عنده هذه الشهادة ولا. كان امتحان العملية تسيير المشاريع يطرق إلى 3 أهداف محددة، وهي تحديد أول الأهداف هي وأهمها هو تحديد الوقت، يعني المدة، وهي أهم يعني مرحلة في تسيير المشاريع. وكذلك الامتحان تناول يعني الأداء التقني، نقول هنا لا كاليتي دي بروجي، وكذلك لو كو يعني بما يسمى يعني التكلفة.